بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في الروتين اللي انا عملته النهاردة والحاجات الحلوة دي؟ بصوا، الملوخية الخضراء الجميلة، ولا الفراخ الجميلة، ولا المحشي والفلفل، ولا الملوخية الجميلة اللي بنخزنها مع بعض، ولا الفلفل المشطشط الشطة الحامية، ايه رأيكم؟ ولا الطماطم وتخزين الطماطم؟ كل الحاجات دي سهلة وبسيطة، بحاجات بسيطة قوي في البيت بتعملي كل شيء وبتعملي كل حاجة حلوة. يا رب كده يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، ويكون كل حاجة حلوة بعملها لكم تعجبكم. هنقول بقى يلا بينا، هنخش على مطبخ حبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ حبير وماما على الفيس، ونشوف أحلى أكل وأحلى روتين لعبير النهاردة عملت فيه إيه. عشان اقول لكم عملت ايه لازم اقول لكم الموضوع من الاول. ونبتدي من الأول ونحكي الحكاية من الأول. يلا بينا نخش المطبخ ونشوف الدنيا ايه. بسم الله ما شاء الله، ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه واخباركم ايه؟ بصوا الطماطم حلوة وجميلة ازاي، ب5 جنيه، 5 جنيه الطماطم دي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة دي. بقى انا هغسلها وهضربها في الخلاط، هعمل لكم روتين النهارده، روتين كده جميل، مش طماطم بس، تخزين الطماطم. انا جبت كميه اهوت، وبشوف الناشفه فيها الحلوه كده تكون ناشفه، وبجيب مصفى هنا، ودي اللي انا هحطها في التلاجة. احتاج اعمل بتنجان، اعمل قطايه، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه النهارده يا عبير؟ هنخزن الطماطم معانا ماشي، بطريقه حلوه وسهله وبسيطه. كل الموضوع كله انا جايب الخلاط اللي هو بيعمل الزلط ده، بيطحن الزلط حلو وجميل. هعمل دلوقتي، هضرب الطماطم، هحطها تتسبك بدون اي حاجه خالص ماشي، وهشيل اللي احنا هنشيله في قلب التلاجه. وهنا انا حطيت، جبت دبابيس عملتها، حطيت هنا الليمون، وحط اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، حط ملح وحط سكر بس، واسيبهم شويه يفكوا براحتهم. ودي هنا الخضره ماشي، وهنا ده الخلاط اهوت، وهنا دي الحله اللي انا ايه هضرب فيها ماشي. هنرجع تاني بوريكم بقى الحاجه اللي انا هعملها اهو. هنعمل محشي النهارده بتنجان، الحاجه بتقوره، وايه ونشوف الطماطم مع بعضينا، وتعالوا كده كل حاجه هوريها لكم. هضرب الطماطم ونرجع تاني اوريكم كل حاجه. بصوا حبايب قلبي، برضو بصوا بعصرها، يعني برضو بصوا لازم تتعصر، مهما يكون خلاط الجامد مش جامد لازم تتعصر. انا دلوقتي مش بضربها، يعني مش بسويها الاول، الاول كنت بسلقها واحطها تنزل ميتها وتبرد اعملها، لا دلوقتي ما بعملهاش كده، هي زي ما انتم شايفين بضربها على طول وبصفيها، بيطلع برضو منها البذر ده. انا قلت بس اقول لكم عشان المصداقيه. وديني هنا اهو حله اهي، ضربتها اهي، بصوا عامله زي الكريمه دي، هولع عليها ودي هتتملي، هولع عليها. وهوريكم بتاعت المحشي هنعملها ازاي مع بعض. بتاعت المحشي بحط شويه زيت صغيره في قلب الحله، واضرب بصلايه مع القطايه ونحطها عليها تتسبك على طول عشان يبقى خفيف على المعده. خليكم معايا هوريكم برده هتتعمل ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا خلاص اهي، دي اللي انا هخزنها ان شاء الله كده باذن الله، اهي تتسبك بقى كويس قوي، واروح احطها فين؟ في قلب الاكياس، ونحطها في الفريزر لرمضان بقى لاي وقت. كل سنه وانتم طيبين ماشي. وهنا بقى كده دي للمحشي، ضربت مع القوطه، ضربت بصلايه حلوه كبيره، ورحت حاطه التوابل بتاعتي، وحطيت ايه شويه زيت صغيره بس، وبسيبها بقى تتسبك. تبقى دي بتاعه المحشي، بتبقى خفيفه على المحشي. خلاص هنسيبهم بقى كده يتسبكوا. وهنا عندي ده كيلو فلفل بسلقه اهو زي ما انتم شايفين، حطيت عليه اهو بتاع كوبايه ميه، يتسلق يبرد، اضربه في الخلاط احطه يتسبك، وبعد كده يبرد احطه في بطرمان واحط على وشه شويه زيت، وتسيبيه بقى يقعد عندك بالسنه واكتر في الفريزر، تاخدي اللي انت عايزاه منه. ايه رايكم؟ واحده واحده مع بعض وهوريك كل حاجه حلوه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، الفراخ بتتعمل ازاي؟ طبعا انتوا كلكم عارفين والكل عارف، احنا بنضرب البصلايه ونحط عليها شويه الحبه هنا، على شويه الفلفل، شويه الملح والسكر، ورق اللولي، ونحبه كله مع بعضه، ونروح نمسك الفرخه نحشيها من جوه ومن بره، ونسيبها فتره كده قبل السلق. قبل ما تسلقي لازم الفراخ اللي هتسرق تتعمل كده يا جماعه، ما تسلقوش الفراخ زي زمان، ما تسلقوش الفراخ زي ما كنا بنعملها زمان، تغسلي الفرخه وتبقى كويسه وحلوه وتسلق ونحط الحاجات في الشوربه، لا لازم الفرخه تعمل كده علشان طعمها واللحم بتاعها يبقى حلو ماشي. وهنا خلاص قربت كده تتسبك التسبيكه اهي، وادي اللي احنا هنشيلهم اهو، وادي الفلفل قرب، واديني حطيت هنا اهو الميه اهي تغلي، وادي هنا بقى نعمل كوبايه قهوه.
هنقول ايه، فضلوا معانا كوباية قهوة حلوة كده وجميلة، انا والحاجة قلنا نشرب حاجة وقبل ما الاكل يتعمل. ايه رأيكم؟ بصوا النبي، بصوا عليا، يلا نكمل بقية الاكل كده والدنيا تتظبط، واسلق الفراخ ونسلق كل حاجة واوريكم كل الجمال ده كله. ماشي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ادي الرز، نحب نحط الخضرة كتيرة هي، ماشي، وبنحط ادي الرز وبنحط شوية نعناع ناشف وندعكم كلهم في بعض كده، ودي البصلاية اللي احنا بنبشرها مع بعض، تضربيها في الكبة، تضربيها في الخلاط وتدعكي كله مع بعضه قوي كده، ونحط بقى الطماطم بتاعته، ماشي، ونحشي اهو. بصوا تحبوا تشموا الريحة وانتوا بتحشوا وجماله، بيبقى ريحته حلوة قوي قوي قوي، البصلاية دي بتخلي ريحته جميل، ماشي. ونحط شوية زيت تاني، مع ان احنا حاطين زيت على الصلصة، نحط شوية زيت صغيرة. بصوا طول ما الخضرة بتاعته بتبقى حلوة مع شوية النعناع الناشف، بصوا بيبقى شكله عامل ازاي، والله العظيم لو تشموا الريحة يا جماعة خطيرة وحلوة قوي قوي قوي. اهو هحشي بقى البتنجان، غسلته، هحشي نصه ونصه بقى بكرة عشان يبقى سخن. اهو احط بقى الطماطم بتاعته اظبطها، بس انا حبيت بس ايه اوريكم بس الحركة دي، كل الناس بقت تعملها دلوقتي، بس انا برضو بحب اكد كل مرة علشان اللي بيشوفني الاول مرة. اهو ماشي، لازم البصلاية تتحط على الرز كده، ودعاكي قوي، تدعاكي قوي قوي كده بالبهارات، ماشي، بوحدة مرقة، لان البصلاية انا دعكتها بالبهارات بالمرقة وحلوة جدا. ماشي اهو، نحط الرز بقى وحشيهم وايه، وتفرجوا على المحشي، هحشي بقى المحشي وتتفرجوا عليه، ونحمر الفراخ. خليكم بقى معايا، ده الروتين الجميل بتاعنا، خليكم معايا وكل حاجه واحده واحده هوريها لكم بنعمل ايه وبعمل ايه، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، حشينا المحشي ونحط كده، بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده يا جماعه. انا حطيت في الحله مطرح الصلصه اهو. بصوا احنا بنسقي بقى كده، وما بنسقيش كتير، يعني كفايه قوي كده، لان ايه، المحشي او اي خضار بينزل على طول الميه بتاعته، ولازم اهو زي ما انتم شايفين، بصوا ما نزودش اكتر من كده عشان ما يعجنش مني. خلاص يلا نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا حبايبي الفلفل اهو شايفينه، حطيته اهو، بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، هضربه بقى في الخلاط ونرجعه في الحله، ونخليكم معايا اضربه بس كويس في الخلاط وارجع لكم. شفتوا بقى يا حبايب قلبي، ادي الفلفل ضربته في قلب الخلاط، بصوا بقى دي هرسه الشطه اهي معايا، تاخد بس كده تسبيكه يعني غلوه والتانيه، وتبرد احطها في برطمان واحط على وشها شويه زيت، واي وقت عايزه اي حاجه تحط عليها خلطه، معلقه كده كفايه، لانه شطه نار، معلقه بس كفايه كده. ماشي. بصوا يا قلبي بقى، بعد ما عملنا ده كله بسم الله ما شاء الله، ناخد شويه ايه الشوربه كده ونحطها، هتغلي غلوه، هي الشوربه غلي وكل الحاجه اهي معاها، ما بكترش عشان ده كيلو ملوخيه بس، زي ما انتم شايفين كده. نحط بقى الملوخيه واوريها لكم بقى الملوخيه وجمالها. عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي في الملوخيه، ماشي، بنحط شويه كربوناتو في قلب الملوخيه واحنا بنخرط اهي. بصوا هتاخد غلوه بقى كده، انا مش هستخدم الكيلو ده كله، انا هشيله في الفريزر، انا هاخد بس على قد الاكله بتاعتنا اهو، انا بشيله كده يا جماعه، بس بشيله بدون طشه، هاخد الطشه بتاعتنا. بصوا انا بسيح هنا على قد اهو حله صغيره، هجيب حته التومه وهنعمل هنا الملوخيه اللي احنا هناكلها النهارده، انما بقيه الملوخيه دي اهي افككها كويس وتاخد غلوه واوطي عليها اهي معايا. بصوا بقى يا حبايبي، لون الملوخيه اهي لون التومه، وباجي عليها شويه تومه كده اهي، عشان ايه ما تحرقش منك، والكزبره لو زودتي عليها هتلاقيها مررت معاكي كده، حلو قوي 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 قوي. بصوا بقى الملوخيه اهي، بصوا الجمال بتاعها وبصوا الخضار بتاعها، ناخد كبشه كده وبسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ايه رايكم؟ بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صل على النبي كده يا جماعه اهي. بصوا الملوخيه وجمالها ولا الريحه، ده
اللي احنا هناكله النهارده مثلا وبكره، والباقي يتشال في قلب التلاجه، في قلب الفريزر، في اكياس اهو. شايفين الجمال بتاعها والخضار، وبصوا التقل بتاعها. وادي الباقي اهو، احمر بقى الفراخ واغرف الاكل واغرف كل حاجه، واوريكم الروتين بتاع النهارده واليوم بتاع النهارده كان عامل ازاي. خليكم معانا حبايب قلبي. خلص الروتين بتاعي النهارده، ادي بسم الله ما شاء الله صلى على النبي كده يا جماعه. ادي الصلصه اهيت، عبيت الاكياس، ودوت هنا بقى خضره برده نحطها في الفريزر. هنا الملوخيه قسمتها على مرتين، ادي كيس اهوت في باقي الملوخيه، وهنا حمرنا الفراخ، وادي الملوخيه وجمالها، وادي المحشي. ايه رايكم في الحلويات دي؟ وادي الشطه المشطشطه، الفلفل المشطشط، وبصوا الزيت على الوش كده. يبقى نحط الفلفل كده، نضربه في البطرمان كده، ونحط الزيت على الوش. ايه رايكم؟ ده الروتين بتاعي النهارده، وده كل حاجه النهارده انا عملتها، وحاجات سهله وبسيطه. حبيت اعرف كل حبايبي كل حاجه تعمليها وكل حاجه تخزنيها، ورمضان داخل عليكم، كل سنه وانتم طيبين. نشوفكم في هنا وسعاده ان شاء الله، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ويكون كل حاجه بعملها لكم تعجبكم، وتكون حاجه سهله وبسيطه عليكم. متشكره ليكم لدعمكم وكلامكم الحلو ولايكاتكم، وتحياتي مطبخ خبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ خبير وماما على الفيس. ونشوفكم في هنا وسعاده في كل خير يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا حبايب قلب، انا قفلت الفيديو ونسيت اقول لكم على ملحوظه مهمه جدا. انا بحط الكيس جوه الكيس، ماشي؟ لان انت لو ما حطيتيش الكيس الطماطم جوه الكيس، جربي حطها، حطي واحد لوحده وحطي واحد جوه الكيس، ماشي؟ وشوفي لو ما حطيتوش جوه الكيس بتلاقيه بيصفي ميته، وبتلاقي الكيس ما بقاش فيه اي حاجه خالص. انما لما تحطيه كيس داخل كيس اي حاجه كده، ماشي، هتبقى حلوه وتحافظي عليها. وجربوا، دي حريه اختياريه ليكم، انتوا تختاروا براحتكم. بس انا حبيت اقول لكم معلومه مهمه، حط الكيس داخل كيس عشان لما بتصفي ميتها وترتاح يبقى داخل الكيس التاني، ما تبقاش في الفريزر ولا في ارضيه الفريزر. جربوه وشوفوه. تحياتي مطبخ خبير وماما. سلام عليكم.